في أخبار الرياضة، وفي أجواء احتفالية تم مساء اليوم في العاصمة تكريم الرياضيين المتوجين بالجوائز التي تسندها سنويا وكالة تونس إفريقيا للأنباء. للعام الخامس على التوالي نظمت وكالة تونس إفريقيا للأنباء حفلا تم خلاله تكريم الأبطال الفائزين باستفتاء الوكالة السنوي لأفضل الرياضيين لسنة 16 و2000. وقد شهد الحفل حضور ثلة من الإعلاميين والوجوه الرياضية من مختلف الاختصاصات. حاجة باهية معناتها اختاروني مير جوار 2006، إن شاء الله واحد زيد يخدم على روحه. مازلت يظهر لي مازلت ما عملت حتى شيء، لازم نزيد نخدم على روحي باش ديما إن شاء الله نكون على أوتور إن شاء الله ونفرح معناتها الإسبيرونس وليكيب ناسيونال إن شاء الله. الوجوه الرياضية، الوجوه الإعلامية، المسؤولين، الشخصيات الرياضية البارزة زادة كيف موجودة، وهذه هي نحن حشنا به هذا المغزى الحقيقي باعتبار أن الرياضة التونسية تستحق خاصة في الوقت هذا، يعني مثل هذه الأجواء الودية والحميمة، يعني بما فيه يعني إن شاء الله يعود هذا بالنفع على الرياضة التونسية وخاصة الأجواء نتاع الرياضة التونسية إن شاء الله. وتميز الحفل هذا العام بتخصيص جائزة لأفضل الرياضيين البارالمبيين في بادرة هي الأولى في تاريخ الاستفتاء، كما كان نصيب الأسد من التتويجات للرياضات الفردية في تأكيد على الدور الذي تلعبه هذه الاختصاصات في تشريف الراية الوطنية. كنت نستنى فيه التتويجات، عندي برشا ديما نكمل في البوديوم وكنت ديما نبدا نوميني وكل، اما ما حصلتش على التتويج هذا، دونك فرحانه وشوي فيغ على خاطر كيما قلت لك تعبت عليه وحلمت باللحظه هذه والحمد لله اللحظه تحققت. تكريم هكا يخليك يحثك باش تخدم اكثر، باش تولي عندك اكثر عزيمه، باش تتالق اكثر، تشرف بلادك اكثر. الرياضه البارولمبيه اللي هي رياضه مش سهله، وحاولنا برهنا وجودنا بهذه خاصه كروعه ليلي، هذه ثالث العاب بارولمبيه في البرازيل، فرحانه بها برشا وخاصه بالسكور اللي خذيته اليوم في الاستفتاء. نسخة خامسة من الحفل السنوي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ستزيد من عزيمة الأبطال في تحقيق نجاحات أخرى في قادم المواعيد الرياضية.